يا صباح دي بالها قد ايه في الملاح؟ 15 يوم وده اسمه كلام برضو؟ الصفايح كلها من تاكله والبضاعه راقده في قعر الملاحه. هي مش متعبيه بنايلون؟ لا ابن الحاج عبد التواب ما يعرفش اصول التخزين. التخزين كان من اختصاص الدفاس وابو دقشوم. في حد في الدنيا يحط مخدرات في صفيحه ويسيبها 15 يوم في ميه مالحه؟ والعمل يا فسواني. يعوض عليك ربنا. الملاحة والملاحة وحبيبتي ملوئة الراحة. حصر علينا حصر علينا الملاحة والملاحة حبيبتي ملوئة الراحة. حصر علينا يا حصر علينا الملاحة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم.